من مات العلم بتاعه قال فاض الي من علم، يعني العلم بتاع احمد التجاني مرق من راس احمد التجاني دخل وين؟ دخل في راس علي حرازم. علي حرازم شنو؟ الف الكتاب بالفيض، عندهم حاجه اسمها الفيض. لكن الناس زي احنا ما بنتفق معهم في اي مرجعيه، ما في مرجعيه تليم انا معهم. سالت تقول لي الله قال الرسول قال، بيقول لي خاطبني قلبي عن ربي. بيقول لك ابونا الشيخ مشى يتكلم مع الله وجا راجع ثاني، قال فقلت له كذا وقال لي كذا. انت لما تجي تناقش لك زول، تعال بقدامي يا شيخ. انت لما تجي تناقش لك زول اول حاجه ثبت معه المرجعيه. تناقش لك زول ما تقبل زي دجال الفتحاب. بيناقش لك في زول بينكر السنه بيجيب لها فيها حارس، وده سنه النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما مقتنع بها. كويس، زول المرجعيه بتاعتك ما مقتنع بها. واحد اسمه التلمساني ده من كبار الصوفيه قال القران كله شرك والتوحيد في كلامي. ده لانهم عقيده شنو؟ عقيده الحلول والاتحاد، انه بيعتقدوا انه كل ما في الكون هو الله سبحانه وتعالى، كل شيء في الكون ده الله. اللي تقل قال وما الكلب، واحد اسمه الركاني قاعد هنا في كلاك لابو ادم. ده كمان برضه عنده موضوع في مساله الرؤيه اللي عنده فيها كلام. لانه ده تابع للمؤتمر الوطني، الركاني ده كوز كبير. زمان بدري في واحد من حيران ضابط في الجيش. عنده مرأة شكلها جميلة كده حسب القصة. قام الركاني جاوا لعمك قال الضابط ده، قال الرسول جاني في النوم، رسول الله جاني في النوم وقال لي تطلق مرتك دي وتدي لها انا عريسها عندي فيها ولد صالح. افتكر تقالته؟ زول قال شاف الرسول، قال الرسول قال له؟ قال رسول الله في النوم. انت الحاصل؟ طيب انا ما بنوم ذاتي، انا ذاتي برقد بنوم بقول لك والله الرسول جاني وقال لي انت كذاب. هذه التحليل كيف؟ انا ذات الرسول جاني في النوم وقال لي انت كذاب. دي تتفكر منها ثاني؟ كنت نايم معي؟ ما كنت نايم معي يا اخي. والله قطع الكلام ده لما مرق برا جابوه في الجرايد وبعد ذاك قتلوه جماعه الكيزان شنو؟ لا عادهم الله سبحانه وتعالى، قتلوه جماعه الحل، لكن ذول مجرم معروف. انت لو مشيت الحله هنا ابو ادم سالت من الناس الحله بوروك الحاصل، بوروك الجرائم كلها بوروك. ده لعب الناس زي شنو يا جماعه؟ بالدين. لعب شنو؟ لعب هؤلاء القوم بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعه نرجع لفهم السلف في اول مساله ثانيه اللي هي تفسير قوله تعالى، عندك امثله. تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك شنو؟ فاولئك هم الكافرون. التكفيرين والخوارج. ناس الاخوان المسلمين، ناس اسامه بن لادن، تنظيم القاعده وداعش ويتماشي. كويس معاك؟ ناس بن لادن وغيره ديل اصلا اخوان مسلمين، كيزان ديل. عرفت كيف؟ الفكر بتاعهم ده طلع من كتابات سيد قطب، واحد اسمه سيد قطب ده راس الخوارج في القرن الحديث، وهو نشر هذا الفكر، عنده كتاب اسمه معالم في الطريق. قال لقد استدارت البشريه كحال هيئتها الاول، قال البشريه دي كلها عملت خلف دور، كلها بقت زي الكفار الاوائل. قال حتى الذين يرددون على المآذن لا اله الا الله، قال الناس اللي في الجوامع دي اللي بيكبروا وبيصلوا دال، قال دي زادهم كفار. وكان ما بيصلي الجمعه سيد قط، وبيمشي الكنيسه بيسمع المواعظ في الكنيسه، انت كيف؟ وبيمشي للنايم الدانسينج هناك محل الرئيس بيرقص وبيجي رايح. والله كلام كثير انت ما جايب خبر، جبت الحاصل؟ فنزل جل الايه دي قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال اي زول حكم بغير ما انزل الله ده كافر كفر اكبر. ازال فسر الايه مشان يا جماعه فسرها براو من راسه، فسرها براو من راسه. لما جاء ناس لابن عباس رضي الله عنه، جاء ابن عباس لانه ده ابن عباس ده من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكثر الصحابه علما في التفسير. ابن عباس قال لهم ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، انما هو كفر شنو يا جماعه؟ كفر دون كفر. يعني الايه دي يا جماعه الخوارج والتكفيرين ناس بن لادن وناس عبد الحي يوسف وناس السارق عبد الله وناس العريفي ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومحمد اسماعيل المقدم، كويس معاك؟ وديل كل الخوارج ديل كلهم اخوان مسلمين، ديل بيفسروا الايه تفسير زي ده كده، عرفتها؟ وعايد الغرني بيفسروا الايه تفسير كده، عرفتها كيف؟ والقرضاوي
طبعا القرضاوي ده ما معروف ذاته علماني ولا ما معروف ذاته قالي وين عرفت كيف؟ لكن بيسموه فقيه الحركه، تعرف فقيه الحركه؟ القرضاوي بيسموه فقيه الحركه، يعني ده افقه واحد فيهم، افقه واحد فيهم. قال ما عنده اي مشكله مع العلمانيه وما عنده اي مشكله مع الدين، عشان كده مرسي، مرسي لما انجمسك مصر قال ما عندنا خلاف مع اليهود. قال اليهود ده ما عندنا معهم خلاف ديني، انما هو خلاف ديناميكي. والله قال خلاف ديناميكي، قال ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع شنو؟ ملتهم. قال خلافنا مع اليهود خلاف ديناميكي. ده رباه منه؟ ما رباه منه؟ رباه القرضاوي وامثال القرضاوي قرضه الله. عشان كده الشيخ موبل عنده كتاب كامل اسمه اسكات الكلب العاوي في الرد على الدكتور منه؟ يوسف ابن عبد الله شنو؟ القرضاوي. ابن عباس لما جو سأله عن تفسير الآية قال لهم ليس بالكفر الذي شنو يا جماعة تذهبون إليه. قال لهم ده ما الكفر شنو؟ الذي انصرفت أذهانكم إليه، ده ما يهو، إنما هو كفر شنو يا جماعة؟ إنما هو كفر دون كفر. فشوفنا لما ديل فسروا هذه الآية تفسير خاطئ، بعد ذاك طوالي بيفسروا كل الآيات والأحاديث البتاعه الامر المعروف والنهي عن المنكر بيفسروها طوالي بالخروج، بيكفر الحكام في الاول، بيكفر الحاكم، وبيقول لك الادله الموجوده في السكوت عن الخروج ما بتنطبق في الحكام دي زي ما قال عبد الحي يوسف، لانه بيروا اصلا شنو يا جماعه؟ بيروا اصلا ان الحكام دي شنو؟ مره عبد الحي ده في جامعه الخرطوم، الكلام ده حكوا لنا جماعه ناس البيت كان بيقريهم هنا في جامعه الخرطوم بدون محاضره عن الدوله الاسلاميه وصفات الحاكم. لما انسرت صفات الحاكم كلها قال وهذه الصفات لا تنطبق في حكام اليوم. معناه شنو؟ لانه اول صفه في الحاكم انه يكون شنو يا جماعه؟ يكون مسلم. اول حاجه في الحاكم انه يكون شنو؟ يكون مسلم. ما في ذول بيحكم المسلمين بيكون ما مسلم، ما في كلام زي ده. قال لهم الصفات دي ما منطبقه شنو يا جماعه؟ في حكام اليوم. وقال حكام اليوم ليسوا مجرد ظلمه، انما هم شنو؟ دير كفار. لأن النازل بيفسروا هذه الأدلة تفسير خاطئ تماما، تفسير شنو؟ تفسير خاطئ تماما. طيب المسألة الثانية لمسألة التحذير من البدع ودعاة الضلال. دعاة شنو؟ دعاة الضلال، الناس اللي بيدعوا للضلال وبيدعوا شنو يا جماعة؟ لأهل البدع ديل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قبل الساعة سنوات شنو يا جماعة؟ خداع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها شنو؟ الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، وينطق الرويبضه. بينطق شنو يا جماعه؟ وينطق الرويبضه. قالوا ومن رويبضه يا رسول الله؟ قال شنو يا جماعه؟ قال الرجل التافي يتكلم في شنو؟ في امر العامه. فدعاة الضلال ديل، دعاة الضلال ديل يا جماعه ديل لابد نتكلم فيهم. وفي ناس كتار بيلبس عليهم الامر، يقول لك ما تتكلموا في الناس. اول حاجه الكلام في الناس ده ما حرام على الاطلاق. ما حرام شنو؟ ما حرام على الاطلاق. عشان كده الامام يعني النووي في كتاب رياض الصالحين، في كتاب رياض الصالحين بعد ما يتكلم عن حرمه الغيبه قام عقد فصل كامل، قال باب ما يباح من الغيبه، وذكر الحديث الصحابيه التي أتى ثلاثة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خطبوها ثلاثة شنو؟ ثلاثة من الصحابة جواد قدموا لها ثلاثة. طوالي مشت للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الثلاثة جواد، عن شنو؟ تشوف شنو أفضلهم وأحسنهم. فقالت لي إن معاوية، إن معاوية وأبو معاوية وأبو سفيان وأبو الجهم، قال لا وأسامة ابن زيد، قال لقد خطباني. قال لا فأما معاوية، طوال النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم لا في النازل، يعني مثال، مثال لك بالواضح. أنت لو جاك زول في البيت دق لكم من الباب السلام عليكم تفضل، قال لك يا أخي والله أخوتكم فلانة دي بتقرأ هنا أنا دار الزوية، تديه طوالي ولا بتسأل منه؟ تسأل منه صح؟ انت اختك دي بترميها ساجد؟ ما دي مسؤوليه. بتمش تسال منه. لو مشيت سالت لك زول، مشيت سالت لك زول عن حال شخص
قلت له والله مشيت لزول في حلتهم هناك، قلت له يا جماعه والله جانا فلان الفلاني ليك انت داير يتزوج بنتنا دي، رايكم فيه شنو؟ ازول لك قام قال لك والله دي غيبه وانا لا اغتاب الناس، ده غشاك ولا ما غشاك؟ ما غشاك؟ ده غشاك، لابد يتكلم. هنا الكلام واجب، الكلام في الناس هنا يكون واجب، ولو تركته ده حرام الله بيسألك يوم القيامة، ولو اديته معلومات خاطئة عشان يا ما الله بيسألك يوم القيامة، دي ما أمانة، ربنا سألك من الزول. عشان كده لما جات، عشان كده يا جماعة الكلام في الناس يا جماعة ما حرام على الإطلاق، لأنه في ناس إنهم فاهم عجيب كويس معاك؟ والغريب الناس زي اللي بيتكلموا في الحكومة وشلة الحكام وينضموا ما يخلوا وزير ما يخلوا أي واحد كويس معاك؟ شتائم ونبذ إلى آخر من ذلك، مشتمونا نحن ذاته. يعني احنا ذاتهم بيشتمونا وبيشتموا لك الالباني ويقول لك ده الناس ميتين، والالباني ده ما ميت، محمد ولاد ما ميت، وشغل سام تيميه ده ما ميت كويس معاك؟ يتكلموا في الناس، لكن تعرف يا جماعه الكلام في الناس ده على شقين، في كلام في الزول اذا كان سليم ما بتجيب شنو فيه الكلام، عشان كده ختام الكلام النبي عليه الصلاه والسلام قال له فاما معاويه فصعلوق لا مال له، صعلوق يعني ما عنده قروش مفلس، واما ابا الجهم قال لا فلا يدع العصا شنو يا جماعه عن عاتقه، قال لا يعني العلماء قالوا اما انه كثير السفر او انه شنو يا جماعه او انه يعني شديد على شنو على النساء، شديد شنو شديد على النساء، قال لا فانكحي منه اسامه، عرفتها؟ فهنا الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في ناس، وربنا ذاته قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين شنو سبيل المجرمين. واحد اسمه أبو عمران في بحر هنا، أبو عمران تعرفه؟ ده عامل فيها سلفي هنا، في أبو عمران ده في بحر هنا، ده كان عامل معانا جوطة ما تجيبوا الأسماء، واحد ناقش وسأله سؤال ما نجيب الأسماء هاي، فرعون الله جابه في القرآن ولا ما جابه؟ قال هاي عرفت فرعون ده ضال كيف؟ سأله سؤال واحد، فرعون ده أنت عرفته ضال كيف؟ قال لأن الله جاب اسمه شنو؟ في القرآن، ماذا الموضوع انتهى؟ كان ما جابوا لك اسمه بتعرفه؟ لأنه في حاجة اسم الكفر بالطاغوت. قلت كده؟ لو ما جيت في ناس كتار مسلمين في البلد دي تقول له الصوفية يقول لك ما عندي معهم شغلة، بتنادي المشايخ بيقول لك لا، الشيخ بيعلم الغيب بيقول لك لا، تشرب المحايات بيقول لك لا، بيسوق الأولاد توديه للشيخ، كان ما المرأة ما ولدت بيقول لك لا. البرع رايك فيه شنو؟ يقول لك لا ما عندي معه شغلة. ايوه ده في مشكله هنا، لانه لابد شنو يا جماعه؟ لابد من الكفر بالطواغيت وبغضهم في الله سبحانه وتعالى، عشان كده لما شيخ الاسلام لما جعرف الاسلام قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه، قال والبراءه شنو؟ من الشرك واهله. لابد من البراءه شنو؟ من البراءه من المشركين، لانه الزول ما بيتبرا، ما بيكفر بالشرك ويكفر بدعاة الشرك، ده ما شنو؟ ده توحيده في مشكلة، ده توحيده شنو؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من قال لا إله إلا الله ما وقف فينا، قال وكفر بما يعبد من دون الله. شيخ الفوزان قال فلم يكتفي بمجرد التلفظ بلا إله إلا الله، ما اكتفى بها، جاب له النطق وشنو يا جماعة؟ والاعتقاد والعمل، الكفر بشنو يا جماعة؟ بدعاة بالطواغيت. فيبقى يا جماعه لابد من ذكر اسماء اهل الضلال، لانه هسه الزول لو داير يشتري له طماطم من السوق، تشتري طماطم من السوق، عرفت الحاصل؟ الطماطم ده مش بتعزله؟ لو داير تشتري مركوب ساقط زي ما قال شيخنا المزمل مركوب، قال تقول لك المركوب ده ثابت، ده جاي من الفاشر وده جاي من الجنينه وده جاي من نضوم بان، كويس معاك؟ المركوب ده بتعزل فيه، عرفت الحاصل؟ فما بالك زول داير يتعلم دين بتاخد من اي زول ساقط؟ ما بتاخد ساقط، اصلا ما بتاخد ساقط. فعشان كده يا جماعه ليس الكلام ما على اطلاق وحرام. كمان في مساله ثانيه، في ناس بيقول لك ديل بيتكلموا في الناس الميتين، بيتكلموا في شنو يا جماعه؟ بيقول لك ديل بيتكلموا في الناس الميتين، كثير منهم بيقول لك فلان ده ميت ما تنضموا فيه. كذلك يا جماعه نفس القضيه، الكلام في الناس الميتين ما حرام شنو؟ ما حرام على إطلاقه، لأنه في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس قال فمر بجنازة، الصحابة قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس،
قال مر بجنازة، يعني جاء جنازة شايلنا. قال فأثنى عليها الناس، أثنى عليها الناس خيرا، قالوا والله ده زول تمام، زول المادة بيعرفوه كويس. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، يتكلموا فيه أزول، لا يتكلموا فيه بالخير وهو ميت، جنازة يعني شنو ميت، يتكلموا فيه بالخير. والصحابة كانوا جالسين. بعد ذلك قال مر بجنازة أخرى، أثناء الجلوس ذاته جاءت جنازة ثانية، جاءت جنازة ماشى. قال فأثنى عليها الصحابة شرا، صحابة كلهم قالوا زول زول شنو زول شر، زول ذا زول صاحب شر. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. لما الجنازة مشت طوال الصحابة جاءوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله الأولى قلت فيها وجبت والثانية قلت فيها وجبت، فما وجبت. ما جاء قال الرسول كيف ده الزول ميت تتكلم فيه، أصله ما في صحابي واحد. جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم الزول ده ميت ليه تكلمت فيه؟ السؤال ده يعرف وجبت دي معناها شنو؟ قال لهم الأولى قلت وجبت، وجبت لها شنو؟ وجبت لها الجنة. والثانية قلت وجبت، وجبت لها شنو؟ وجبت لها النار. عرفت كيف؟ عشان كده لما نجي واحد يقول لك والله الزول ده عنده ناس كتار، خلاص لما مات جو ناس كتار صلوا عليه، ما كتر اي اصلوا ذي الناس منه بالله دين مات اصلى عليه منه، صلى على ابو زيد محمد حمزه وصلى عليه ومعه وراه عبد الحيوسي، ذي هنا الناس يقول لك فلان فلان ذاك مات اصلوا وراه ذي الناس منه، من اهل البدع من اهل شنو؟ اهل السنه. ده الميزان هنا لابد الناس، عشان كده بالحديث بيقول لك من صلى يعني علي 40 نفر حلت له الشفاعة، الأربعين دي يكونوا من شنو؟ من أهل التوحيد، من أهل شنو؟ عشان كده أنت كان يومي توفيت في يوم الحلقة، أنت موضوع كويس لأن الجماعة بيجوك سريع بيجوك الجماعة من الحلقة بيصلوا عليك طوال، لكن خلي أوزن التايم ها، فبيجوك طوال من الجماعة من الدركون ولا من كده بيجوا يصلوا عليك. نسأل الله شنو أن يختم لنا بخاتمة الإسلام والتوحيد والسنة. فما أي زول يا جماعة مات، عشان كده الدجال بتاع الفتيحاب، دجال الفتيحاب قال بنات الثانوي قال بيصور معي، يعني الولد بقى زي تامر حسني يعني، عمك ده ترون لما كسر هذا، عمك ده مركب طقم، انت ما عارف؟ والله مركب طقم، انا بعرفه كويس، 5 سنة قاعد تعيد جنب الزول ده مركب طقم، مش بيعمل حركة كده، اتباعه ده طبعا ما عارف انه بيعمل كده، في طقم جوا يا زلمة، انت ما جايب خبر. فالزول ده قال بنات الثانوي طبعا بعد ما انجلد بالمحاضرات وتكسر بقى كايس، اي زول اي زول داير يمشي له ويجيو كويس. قال انا رسانه وقال حبوبتك شنو كده ما عارف كويس، ما يا اخي ديل منو ديل ديل منو اللي بيسمعوا عليك ديل، الناس اللي بيسمعوا عليك ديل منو؟ منهم ناس جهال دارين يضحكوا، ومنهم ناس على شاكلتك ناس دراويش زي كده، لكن ما في زول على السنه، بل العلماء كلهم ردوا على الزول. فالشاهد من الكلام انه حتى الانسان اذا مات على الضلال، الانسان إذا مات على الضلال يجوز الكلام فيه، لأنه عنده بدع نشرها برا، عنده بدع نشرها وعنده كتب كثيرة نشرها، يعني ناس الترابي ده، ترابي ده كواحد من الناس مات، والترابي ده علم أتباعه دي الحاجة عجيبة، غرز فيهم الروح على الجرأة على الإسلام. أي زول تابع للمؤتمر الشعبي ولا تابع للإخوان المسلمين تلقى عنده جرأة شديدة على الدين، وجرى على الطعن على السنة وعلى شنو يا جماعة؟ وعلى القرآن. عرفت الحاصل؟ جرأة شديدة. شكله لما يجي يتكلم عن الملائكة اللي بيجوا في غزاة القبر قال الملائكة ده ما يطلعوا شكلوا محكمة. وفي بعض الأسئلة سأله قال أنا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لما انزرى في موضوع ثاني قال أنا أعلم من أبي. كويس؟ هو قال عديل، قال أنا أعلم من النبي، قال أنا بعرف فرنسي وانجليزي، والرسول ما بيعرف فرنسي ولا انجليزي. كويس بعد يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم مع يتكلم مع الضب، ضب عديد جاء عربي شايل له ضب، ما ضب الوزغ ده اسمه الوزغ، الوزغ اللي بتلقاه في مع اللمبات ده براو، ده اسمه الضب ده براو، سيب السعوديه هناك لو جابوا لك ضب ده اكرموك كرم شديد خلاص، ضب ده كبير جاء شايل له ضب ميت رماه كده قدام النبي عليه الصلاه والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان شنو، شوف ذاته الحلم، شوف الحلم
وشوف الفهم العجيب العالي. قال له لو ده شهيد الشهادة لو ده أسلم أنا بسلم. أسلم ده ما تعند. النبي عليه الصلاة والسلام طوال يتكلم مع الضب. تكلم مع الضب. بتعبد من أنت؟ شهيد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي. وفي بعض في الرواية قال له أعبد الذي شنو؟ قال له أعبد الذي في السماء. الضب زاد وقال الله في السماء. ربط الحاصل. وده طوال أسلم. ذاك شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع البعير وإلى آخر شنو؟ من أجيب السنة. والإنجليزي والفرنسي ده ما شرف. ما شرف أصلا. أشرف لغة هي اللغة شنو؟ هي لغة القرآن التي اختارها النبي اختار الله سبحانه وتعالى لشنو يا جماعة؟ لهذه الأمة الأخيرة. فده زول بيقول لك أنا أعلم من الرسول ويستهزئ يقول لك قال يا جماعة بيقول لك الدابة ويقول لك بيجي زول عين وعاملة كيف؟ ده قاصد منه؟ بيستهزئ بالأحاديث المتواترة التي جاءت شنو يا جماعة؟ جاءت في نزول المسيح وجاءت في شنو في الدجال المسيح الدجال وغيره. استهزاء لأن في الحديث قال وكأن عينه شنو؟ عنبة طافية. بيستهزئ بكل هذه الأشياء. كويس معاك؟ وبيلبس على الناس بأنه يعني السنة دي فيها ضعيف وفيها صحيح إلى آخر من ذلك. بل الزول ده يا جماعة ما بيقتنع حتى بالقرآن لأنه أنكر أشياء ثابتة بكتاب الله عز وجل. أنكر ياجوج وماجوج والدابة وأشراط الساعة دي وين؟ دي بالسنة دي جات في القرآن. دي جات في شنو يا جماعة؟ في القرآن. فالشاهد من الكلام إنه لو جزوا المجرم زي ده أثر في الشباب وبدوا الشباب يا جماعة شنو؟ يتابعوه ومات وترك كتب ترك كتب كويس معاك؟ والناس بيقروها. عنده كتاب اسمه حوار الدين والفن. حوار شنو؟ الدين والفن. قال ينبغي للجنة قال أن يكون لها باب تاسع. الجنة دي فيها كم باب؟ مش ثمانية؟ المفروض يكون في باب تاسع ثاني. كويس معاك؟ وكلام كثير جدا جدا موجود شنو يا جماعة؟ في كتب هذا الرجل. فالشاهد من هذا الكلام كله إنه الإنسان يحذر شنو؟ يحذر أهل الضلال وأهل البدع. وإن حبينا نناقش المسألتين ديل لأنه في ناس كثار بيلبس عليهم إنه مسألة الكلام في الناس ومسألة الكلام في الناس الموتى. فأهل الضلال ديل شر. أهل الضلال ديل شر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم شنو؟ عن سبيلي. قال ابن مسعود قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا شنو؟ خطا مستقيما. وضع لهم خط مستقيم. وعن يمين ذلك الخط خطوطا. وعن شمال ذلك الخط شنو يا جماعه؟ خطوطا. قال هذا صراط الله. قال وعلى راس كل يعني على راس كل خط من الخطوط قال شيطان يدعو. فمن أجابهم إلى ما يدعون إليه شنو؟ غزفوه في النار. فده تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان يحذر دعاة الضلال لأنه بودوك وين يا جماعة؟ بودوك طوالي النار. كويس معاك؟ ودي من أكبر الأشياء اللي بتخلي الناس شنو يا جماعة؟ بتخلي الناس يضلوا اللي هو منهم يتبعوا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام كثير حول هذه المسألة فيما يتعلق شنو يا جماعة بالنصيحة للشباب كانت حول مسألتين اللي هو فهم السلف واتباع أهل البدع. ونفتح الفرصة إن شاء الله لأخونا أبو بكر يتفضل مجدين مشكورا.